الو السلام عليكم. الو صباح الخير لخديجه. صباح النور والانوار. كيف صبحتي لاباس؟ الله يبارك فيك سلمى. من وجده اهلا ومرحبا بك. غادي نعطي هاد النهار واحد تيسنيك وهما بحال دي مادلين. واخا لالا. عندنا جوج بكاس العنبه، جوج كيسان ديال الفرص. زوج كيسان ديال الفرص. نص كاس ديال الحليب دافي. نص كاس ديال الحليب دافي. ربع كاس ديال السنيده. ربع كاس ديال السنيده. ثلاثه المعالق كبار ديال الزبده لينه. ثلاثه المعالق كبار ديال الزبده على حراره الغرفه. معلقه كبيره ديال الحليب غبره. معلقه كبيره ديال الحليب غبره. واحد البيضه. بيضه. وشويه ديال المعجونه. نعم خميره. والخميره المعجونه والملح. والملح. غادي نعجنوا هذا الشيء كله ونخليوها شويه شاده راسها واخا ما يكملناش داك نص كاس ديال الحليب. نعم. وفي الاخير عاد نزيدوا داك الزبده. نوجدوا واحد الكوكوت سخونه ونديروها فيها. نعم. نشدوا عليها ونخليوها واحد 20 دقيقه. غادي نفوتوا الحشوه. عندنا ثلاثه المعالق كبار ديال الزبده. ثلاثه المعالق كبار ديال الزبده. ربع كاس ديال السنيده. ربع كاس ديال السنيده. نص معلقه صغيره ديال الكاكاو. نص معلقه صغيره ديال الكاكاو. ورشيشه ديال القرفه. ثلاث قد القرفه. منين غادي تفوت داك 20 دقيقه غادي نطلقوها مستطيل ونعمروها بهذه الحشوه ديال الزبده ونرشوا عليها مزيان الفيرميسال. نعم. ونلويوها ونقطعوها داشنك ونحطوها في داك لي مول اللي فيهم 12 نتاع لي كاب كيك نتاع لي مادلين. نعم. ونخليوها تخمر. منين تخمر غادي ندهنوها بواحد البيضه مخلطه مع واحد المعلقه كبيره ديال الياغورت الطبيعي. ايه. ونديروا اللي كيبغي الفاني نديروا واحد شويه ديال الفاني سائل. نعم. ندهنوها وندخلوها للفران. وبالصحه والراحه راه كتجي زوينه وكتجي فيها 12 حبه نيشان. نعم يعني بهذه المقادير اللي عطيتينا كتعطينا 12 حبه. 12 حبه واه. نعم تبارك الله كونتيتي مزيانه. نعم تنحيوك كثير لاله سلمى. خديجه نهارك مبروك. الله يبارك فيك لاله سلمى وشكرا لك.